اخبار اليوم. مصطفى فتحي تبقى ضربه حره غير مباشره. وسيدس جايا عمرو حسام حارس المرمى هو اللي بيلعب الضربه الحره الغير مباشره ويلعبها طويله على حدود المنطقه في منطقه الخطوره والتسديده. اوبا يا سلام يا سلام، احمد جمعه في ليله الجمعه بيسدد ويسجل هدف اول لاتحاد الشرطه. مش ممكن عمرو حسام من حارس المرمى في لمستين اتنين بيسجل اتحاد الشرطه الهدف الاول. هدف اول لاتحاد الشرطه هيحل اللقاء. ثانيه في منطقه الخطوره، عرضيه في منطقه الخطوره ويطلع الدفاع لسه فيها كلام. فرمان ضرب الجزاء، يا ترى هيقدر يرفع ولا ايه؟ هنشوف. باسم مرسي والاعصاب الفولاذيه وركله الجزاء، مواجهه فرديه لا تقبل القسم على اثنين. باسم مرسي في مواجهه فرديه مع عمرو حسام. باسم مرسي والهدف الاول، الهدف الاول لنادي الزمالك على الطريقه الالمانيه، ركله الجزاء على الطريقه الالمانيه اللي هو بيحط وش رجله في الكوره مهما كان حارس المرمى. باسم مرسي بيسجل الهدف الاول وهدف التعادل لنادي الزمالك والهدف ال 12 ليه. هدف في سموحه، هدفين في الرجاء، هدف في المصري، هدف في الجونه، هدف في النصر، هدف في انبي، في الاتحاد، في الرجاء، في المصري، في الاسيوطي، وحاجه جميله قوي. تعادل ايجابي 1-1، شفنا هدفين، شفنا فرص، شفنا محاولات هنا وهنا، شفنا طرد، شفنا اثاره كبيره جدا جدا. طول مصطفى فتحي بيلعبها حلوه، حماده طلبه، ادي الساندو والعرضيه داخل منطقه الجزاء، ضربه الرص والهدف الثاني، الهدف الثاني ابراهيم صلاح. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. العرضيه عالميه والراسيه 100 100، والهدف يفرح الزملكاويه. ابراهيم عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. يا سلام، الرد جاء سريعا، الرد جاء سريعا. شوف اللعبه، شوف التمريره، وتقمص دور لاعب ايسر، اللاعب حماده طلبه، لاعب بيلعب بالقدم اليمنى ولكن تقمص دور الظهير الايسر على اعلى ما يكون، وضربه راس اكثر من رائعه عشان يجيب ابراهيم صلاح اول اهدافه هذا الموسم مع نادي الزمالك في الدوري الممتاز. ضربه راس لابراهيم صلاح،